مشاهدينا الكرام، إذا بشأن تقرير الاتحاد الأوروبي عن مأساة النازحين في العراق، معنا هاتفيا من عمان الناشطة الحقوقية سيدة إيناس زايد. مرحبا بك سيدة إيناس. يعني مع أن العمليات العسكرية قد انتهت منذ سنوات، ولكن وكالة فرانس بريس وثقت الدمار في المدن المستعادة وكأن المعارك انتهت للتو الآن. إلى ما ترجعين أسباب توقف الأعمار كل هذه السنوات وعرقلة إعادة المهجرين؟ نعم، مساء الخير لكم جميع المشاهدين. يعني إعادة النازحين هو ملف يعني كان يتطرق له باستمرار على مدار السنوات الماضية. لم نجد أي أذن صاغية ولم نجد أي تحرك في هذا الملف، على ما يبدو بأن هناك إرادة سياسية لإبقاء هذا الملف عالق وإبقاء النازحين في الأماكن المهجرة وفي أوضاع سيئة ومأساوية على الصعيد الإنساني وحتى على صعيد الحاجات الأساسية. لا يوجد هناك أبدا أي سبب لتأجيل هذا الملف، ولكن على الرغم من ذلك لا تولي الحكومة العراقية أي اعتبار إلى ملف النازحين، على الرغم من تضخم العدد منذ 8 سنوات إلى الآن، وعلى الرغم من تزايد الوضع سوءا من سيء إلى أسوأ. هذه الأمور لا يمكن تبريرها أبدا، لا يمكن أبدا التنصر من المسؤوليات من قبل الحكومة العراقية، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك أي سبب معقول وقانوني يمنع هؤلاء النازحين من العودة إلى ديارهم وأيضا التمتع بحقوقهم وحاجاتهم الأساسية. يعني بالنسبة لمهجري جرف الصخر مثلا، وهذا الجانب هو الأهم في تلك المناطق، اعترفت السلطات الحكومية في محافظة بابل بأن قرار عودتهم سياسي ومرهون بموافقة الحشد. هذا اعتراف رسمي، يعني ما معنى ذلك برأيكم؟ لا يمكن قبول تبرير يعني مثل هذا من الحكومة العراقية، لأن العراق هي محكومة وتحت سلطة الحكومة العراقية، ليس تحت سلطة ميليشيات وليس تحت سلطة دول أجنبية أخرى. لا يمكن أبدا أن تقوم أي حكومة، لا أتحدث هنا فقط عن العراق ولكن أتحدث عن مسؤولية الحكومات بشكل عام، لا يمكن أبدا أن تتذرع بوجود قوة عسكرية على الأرض تمنع من فرض يعني إرادة الحكومة. لا يمكن أبدا أن يعلق يعني هذا الأمر كعذر أو كيعني شماعة لتنصل الحكومة العراقية من مسؤولياتها تجاه أهالي جرف الصخر أو حتى اتجاه العراقيين بشكل عام. أضف إلى ذلك بأن وجود الحشد الشعبي أو الميليشيات بشكل عام هو وجود غير قانوني على الأراضي العراقية، وبأن السلطة التي تمارسها حتى وإن كانت بإذن الحكومة هي تلزم الحكومة ولا تجعلها في مفر من مسؤولياتها كما ذكرت لك. الاتحاد الأوروبي أكد أن الإعادة القسرية للنازحين لمناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الضرورية الإنسانية قد زادت من معاناة المهجرين. يعني كيف تنظرين إلى هذا التصريح من الاتحاد الأوروبي؟ ما أهميته في قضية النازحين والمهجرين؟ بالتأكيد بأن يعني عودة أو تأخير عودة النازحين إلى ديارهم هو تزيد من مأساتهم على المستوى الإنساني وعلى المستوى الحقوقي أيضا كذلك الأمر، لأن النازحين هم فعليا يفتقرون لأدنى مقومات الحياة الكريمة. لا يمكن أبدا وصف الوضع الإنساني الذين يعيشون في الأماكن المتواجدين فيها إلا بأنه وضع مأساوي ومأساوي جدا، وهو أيضا ينشئ أجيال تفتقر إلى التعليم، إلى الصحة، إلى الغذاء، إلى المياه النظيفة، إلى المسكن. هذه الأمور جميعها مرتبطة ببرنامج إعادة الإعمار الذي كان من المفترض أن يتم من سنوات ولم يتم البدء فيه أو الشراء فيه إلى الآن. بالإضافة إلى ذلك فإن حجم الدمار الموجود في مخيمات أو بعض المخيمات على ما يبدو بأنه كان مقصودا، لأن حتى الميليشيات التي شرعت في نهب تلك المنازل لم تترك حجرا على حجر، وقامت بتفجير بعض المنازل وبعض البنى التحتية بحيث لا يمكن للأهالي العودة والاستفادة من هذه المنازل أو المساكن. هذا الأمر المتعمد وهذا التدمير المتعمد هو فعليا جريمة حرب، ويجب أن يعاقب هؤلاء الأشخاص على ما قاموا فيه
بالإضافة إلى مسؤولية الحكومة العراقية بأن تقوم بإعادة إعمار هذه المنازل وهذه المناطق وتأهيلها لعودة أهاليها وسكانها الأصليين لها دون تفرقة ودون تمييز ودون أيضا يعني برنامج للتغيير الديموغرافي على الأرض، لأن هذا ما يبدو أن الحكومة العراقية تسعى إليه من خلال تدمير بعض المخيمات بشكل كامل وإبقاء بعضها الآخر يعني قيد الحياة، وهذا الأمر غير مقبول قانونيا وغير مقبول إنسانيا، ويجب أن تدرك الحكومة العراقية بأن مسؤوليتها ما زالت قائمة وستبقى قائمة اتجاه كافة المخيمات على قدم من المساواة. من عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد، شكرا جزيلا لك.